اهلا بيكم في حلقه جديده وفيديو جديد. اسئله كتير بتجيلي على القناه ان في مشكله نقص ميه كبير جدا في القربه او من الرداتير، بالرغم من ان مفيش اي تسريب في منظومه تبريد محرك السياره. ايه المشكله يا باشمهندس؟ بدايه العربيه هنا عندنا مشكله ان تقريبا كل اسبوع بنيجي نفتح غطاء قربه الميه ما بنلاقيش فيها مية خالص، وبنضطر نزود كل اسبوع لتر مية. لتر مية ده رقم كبير جدا. رجعنا طبعا كل الخراطيم او الليات اللي موجودة ودخلة على الرداتير والدخول والخروج تحت، مفيش اي تسريب. رجعنا الرداتير نفسه جديد. طبعا هنا في شجرة المية فيها تعريقة بسيطة، ومش ده اللي ينقص العربية لتر. رجعنا على السنسورز لقيناها برضو ما فيهاش تسريب. رجعنا على مشترك المية الخلفي ما فيش تسريب. رجعنا على كل منظومة تبريد محرك السيارة او دورة تبريد محرك السيارة ما فيش اي حاجة، لدرجة ان احنا فكينا الجنب بتاع سير الكتينة او الكفر بتاع سير الكتينة علشان نراجع على الترومبة، وما لقيناش فيه اي تسريب خالص. بعد كده بدأت اتجه اني اراجع على زيت الموتور او زيت المحرك عن طريق ان انا بدأت اسحب مقاس الزيت علشان اشوف لون الزيت، ولما جيت بصيت لقيت اني لون الزيت نظيف جدا، مفهوش اي اثار لاي مشاكل خالص او اي تهريب او خلط مية مع الزيت، مفيش اي طحينة في الزيت يدل ان في مشكلة. ولكن بقى دي المفاجأة كلها، لما جيت افتح غطا الزيت، بص معايا غطا الزيت فيه ايه؟ طحينة، بداية لون طحيني ابيض على غطا الزيت. ده معناه ان المية بتخش على الزيت او جزء من المية بيخش على الزيت، وطبعا بفعل الحرارة بيحصل لي تبخير او استيمينج، فبخار المية بيطلع للأعلى. فلما بخار المية يطلع للأعلى يتكثف على غطاء الزيت بالشكل ده. فالعربية ديت في الحالة دي فيها جوان وش سلندر. ايه اللي بيحصل؟ بيتفك غطاء التكيهات، بيكون تحتي مسامير، بتبدأ تتفك المسامير دي كلها وبتحل سير الكتينة وبتحل فرن الشكمان، ويطلع وش السلندر بالكامل. بيتراجع على المخرطة وبيتشاف لو في مشكلة ولا لا، وبيجيب جوان جديد وبيتقفل. طبعا فوق في الاي وتحت في الديسكريبشن طريقه عمل جوان وش سلندر. مش بس كده، ده كمان ازاي تعمل عمره للموتور لو في عندك مشكله في موتور عربيتك. يبقى كده المشكله عندنا لو انت فتحت ولقيت طحينه على غطاء الزيت، المشكله عندنا في جوان وش السلندر. طيب هل ممكن يكون العيب مش من جوان وش السلندر؟ عادي جدا، العيب ممكن ما يبقاش من جوان وش السلندر، يكون وش السلندر فيه شرخ او فيه تآكل وهو اللي بيخلط المية على الزيت. يبقى لما يكون عندك نقص مية غريب وغير معروف في دورة تبريد محرك السيارة، بالرغم من انك رجعت اكتر من مرة على دورة تبريد محرك السيارة، يبقى العربية فيها جوان وش السلندر او وش السلندر بايظ.